الأستاذ علاء طه الصحفي المحترم تواصل معايا وأنا على الهوى دلوقتي، وأبلغني أن نادي الهلال السوداني مشاركته في هذه النسخة من بطولة أفريقيا باطلة. الهلال السوداني مشاركته باطلة. الهلال السوداني مشاركته باطلة. التفاصيل مزلزلة للغاية. خليني مباشرة أستضيف الأستاذ علاء طه عبر الهاتف، بنحاول نتصل به. صاحب هذا الخبر تواصل معايا الصحفي الأستاذ علاء طه وأخبرني أن مشاركة الهلال السوداني باطلة، وأن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي ستجتمع خلال ساعات والدنيا هتتقلب. خلينا نروح للأستاذ علاء طه مباشرة. أستاذ علاء طه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد الناصر؟ ازيك اخبار حضرتك؟ يعني كتبت خبر، يعني قول لنا بس مصدرك وطبعا المصدر بتاع الدكتور مدثر خيري نفسه، وهو متواجد الان في الامارات، وانت حضرتك يا استاذ عبد الناصر الاسم معروف. الدكتور مدثر راجل كان تدرج في عده مناصب في نادي المريخ السوداني وفي الاتحاد السوداني وفي الهلال. واسمه معروف، والراجل يعني انت حضرتك اكيد يعني ممكن تكون عارفه. عارف طبعا الدكتور مدثر. طب قول لي، ممكن ابعت لك رقمه وتتواصل معاه مباشره؟ هو طبعا بنوضح لكل الناس، انا طبعا تم التواصل مع احد الزملاء والاستاذه مريم في قناه النادي الاهلي، الكلام ده من ساعتين تقريبا، وطبعا بنجهز المستندات لان الراجل معاه مستندات. قول لنا التفاصيل. طيب الدكتور مدثر كان رئيسا لنادي المريخ، النهارده بيعلن ان مشاركه الهلال في البطوله الافريقيه باطله، وان في مستندات امام الاتحاد الافريقي ستبعد الهلال. قول لنا التفاصيل على مسؤوليتك. التفاصيل ان في شكوى تم تقديمها شهر 9 اللي فات. هو هنا بيتهم كمان ان الاتحاد يا فندم قول لنا الاول التفاصيل عشان ما نتوهش الناس، وبعد كده نقول مدثر عليها. الشكوى نصها اللي اتبعتت في شهر 9 اللي فات ديت بتفيد ان بعض لعيبه الهلال السوداني ان هم متجنسين، وفي تم التلاعب في الاوراق بتاعتهم. عدد المعترفين بيبقى لهم عدد معين. فطبعا العمليه طبعا اتظبطت واتقدم الاوراق ديت، والراجل معاه صحه ما يفيد، وقدم شكوى في الكاس في شهر 9 لحد النهارده، ومعاه نص الشكوى ممكن ابعتها لك على الخاص يا استاذ عبد الناصر. ابعتها لي وانت معايا. رد عليه. في احد الزملاء لما نشرنا الخبر قال لك تم التواصل مع الكاف ونفى الموضوع. قلت له يا زميلي العزيز الكاف مشترك اصلا، فما فيش حد يعني هيكون مشترك في فساد. ابعت لنا الشكوى رئيسنا. ممكن ابعت لك رقم الدكتور مدثر بنفسه تتواصل معاه. اتفضل يا فندم. الراجل في الامارات حاليا. اتفضل. والراجل ان شاء الله يتم التواصل معاه، هينزل بمستندات وكل حاجه على احد القنوات، يوضح كل ده للراي العام خلال اليومين دول. طب ابعت لي لو سمحت الشكوى، لو سمحت يا جماعه. الدكتور مدثر رئيس نادي المريخ السابق بيعلن ان مشاركه الهلال السوداني في هذه النسخه باطله، وان الهلال زور في لاعبيه وقائمته. طب نصر ثمانية. ابعت لي الشكوى يا استاذ علاء. ابعت لي الشكوى، وان الهلال زور في اللاعبين، وانه تقدم بشكوى في الاتحاد الافريقي منذ شهر سبتمبر وجار التحقيق فيها، وبيؤكد ان مشاركه الهلال السوداني باطله على مسؤوليه الدكتور مدثر رئيس نادي المريخ السابق. على مسؤوليه الدكتور مدثر رئيس نادي المريخ السابق. وانا بجيب لكم نص الشكوى يا جماعه. كمان حد بعت لي بيقول لي بالرجوع للاتحاد الافريقي قال لك انه لم ينظر في هذا الامر. مشاركه نادي الهلال السوداني بدوري ابطال افريقيا باطله. الدكتور مدثر خيري مسؤول الشؤون القانونيه بالاتحاد السوداني وخبير اللوائح بالفيفا يفجر فضيحه مدويه بشان مشاركه بعض اللاعبين بنادي الهلال السوداني بتزوير اوراق اللاعبين، وتقدم بشكوى مرفق بها المستندات للكاف، يؤكد تلاعب وفساد الاتحاد السوداني لصالح نادي الهلال السوداني. هذا الكلام على مسؤولية مدثر خيري يا جماعة.